السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل شيخ، انا عندي سؤالين بارك الله فيك. تفضل بارك الله فيك. سؤال اول، يعني زوج اختي يعني ما عنده سكن، يشتغل ولكن ما عنده سكن. يجمع لي يبني سكن، هل يجوز لي انا اعطيه يعني زكاه المال؟ زوج اختي بارك الله فيك. نعم. صبرا معي. نعم، زوج اختك يسكن في منزل بالايجار معي؟ لا، ما يعني يسكن معنا في البيت، ما طيب، هل عنده مال متوفر يستأجر به مسكنا ويتبقى منه مال لمعيشه أم لا؟ لا، يعني ده لا أدري يا شيخان. عموما إذا كان عنده مرتب يكفيه للإيجار وللإنفاق على البيت لم يصبح حينئذ مصرفا للزكوات، ولا تعطى الزكوات له لبناء بيت ولا لشراء شقة، ما دام عنده مال يكفي لدفع الإيجار ويكفي لمعيشته ومعيشة أهل بيته. أما إذا كان دخله لا يكفي إيجار البيت مع مطعم ومشرب ومعايش الأسرة فيكون مسكينا ويعطى حتى من الزكوات. بارك الله فيك، والله أعلم.